السلام عليكم. بهذا الفيديو ان شاء الله رح نكمل بالتعرف على خواص جوجل ماب. بالفيديوهات السابقه تعرفنا على الماب تايب وتعرفنا ايضا على الانيشال كاميرا بوزيشن. بهذا الفيديو ان شاء الله رح نتعرف على الاون ماب كرييتد. اون ماب كرييتد شو هي الاون ماب كرييتد؟ ونحدد عليها ونقرا شو وظيفتها. قال بكل بساطه تستدعى هذه الميثود عندما الماب تصبح جاهزة للاستخدام. يعني لما يتم تحميل الماب وتظهر عندك بهذا الشكل وتصير جاهزة للاستخدام بيتم استدعاء الاون ماب كرييتد. طبعا حاحذف الكمبيوتر، ما في داعي له حاليا، تمام. حاحذفه تماما من هون ومن هون، ما بدي اياه ابدا، تمام. شو هو الكمبيوتر عشان اللي ما بيعرف؟ قال الكمبيوتر هي طريقة لانتاج فيوتشر اوبجكت، تمام، واكمالها لاحقا مع قيمة او ايرور، تمام، ببساطة شديدة. طبعا اعطيناك مثال عليا وشرحينا، انا ما بتهمني كلياتها وما لها اي قيمه بالنسبه لي، تمام. يعني لما بيتم تحميل الكنترولر ما في داعي لها مبدئيا ابدا. حانشئ طبعا انا جوجل ماب كنترولر خاص فيه هون بهذا المكان. طبعا حاختار النوع جوجل ماب كنترولر وحسميه جي ام سي. ليه سميته جي ام سي؟ هذا اسم انا حر فيه، انت بتختار الاسم اللي بتشوفه مناسب، ولكن انا دائما بحب سمي يعني من كل كلمه اول حرف. جوجل جي ماب ام كنترولر سي بهذا الشكل، تمام، ببساطة شديدة. وراح خلي جي ام سي تاخذ الكنترولر، تمام، اللي عم يرجع لي اياه الاون ماب كرييتد عشان اقدر اتحكم بالخريطة من خلال هذا الكنترولر ببساطة شديدة. هلا على سبيل المثال انا من خلال هذا الكنترولر ممكن اعمل امور كثير. على سبيل المثال عند الضغط على هذا البطن ياخذني على المدينة المنورة مباشرة. طيب حنجرب نشوف كيف هذا الشيء ممكن شو يكون. اول شيء لازم نروح نجيب اللاتيتيود واللانجيتيود الخاصين بالمدينه المنوره. حنفوت على موقع latlang.net عشان نختصر الوقت، تمام، بهذا الشكل. اوكي، حاختار مثلا انا منطقه من هون من الخريطه، حاختار على سبيل المثال السعوديه، تمام. رح اختار تحت، خلينا نختار مكه على سبيل المثال بهذا الشكل. حاخذ اللاتيتيود بهذا الشكل، تمام، حألصقه عندي هون لاني حاحتاجه هلا بعد شوي. حاخذ اللانجيتيود، تمام، وحألصقه هون، طبعا حاحتاجهم هلا. طيب لو انا عايز البتن هذا مثلا ينقلني على المدينه المنوره، انا هلا بسوريا، اول ما اضغط على هذا البتن ينقلني على المدينه المنوره. اول شيء حغير اسم البتن، تمام، حتى يكون الموضوع منطقي. حقول له جو تو مثلا مكه على سبيل المثال، ما بعرف اذا هيك بتنكتب مكه. اوكي، ما في مشكله هلا حتى لو غلط، تمام، ما في مشكله لو غلط، خليها بهذا الشكل. طيب حلو كثير. هلا انا ما اضغط على هذا البتن حينقلني على مكه على سبيل المثال. كيف هذا الشيء ممكن يكون؟ بكل بساطه رح اروح استعمل الكنترولر اللي عندي. شو رح اعمل؟ حاعمل جي ام سي اسم الكنترولر دوت. طبعا عندي طريقتين للانتقال، اما بستعمل الانيميت كاميرا بينقلني بشكل ناعم وحلو، او بستعمل الموف كاميرا بتنقلني بشكل مباشر سريع يعني جدا. انا حاستعمل الانيميت كاميرا احلى بالبدايه، ونفس الشيء اللي بينطبق مع الانيميت كاميرا بينطبق على الموف كاميرا، وحنجرب التنتين طبعا عشان تتعلمون اكيد. الانيميت كاميرا شو بتقبل؟ كاميرا ابديت، حلو كثير. حاعمل انا كاميرا، تمام، بهذا الشكل. اوكي، ابديت بهذا الشكل دوت كاميرا ابديت. حاعطيها نيو لات لانج، تمام، حخليها تاخذ احداثيات جديده. شو هي الاحداثيات الجديده؟ تمام، هي طبعا هذول اللات واللانج، تمام، عشان اظبط الامور تكون الامور منطقيه. حاعمل هون متغير من نوع لات لانج، تمام، لانه هي بتقبل لات لانج، واللات لانج هو كلاس بفلتر الحقيقه. هذا الكلاس بيقبل لاتيتيود واللانجيتيود. حنجرب هذا الشيء بشكل عملي. حاعمل هون لات لانج، حسميه على سبيل المثال، تمام، حخلي هذا هو اللات لانج بهذا الشكل عشان يلتغى الخطا. حاعمل سيمي كولون. طيب هذا اللات لانج شو بياخذ؟ حياخذ طبعا حيكون انستنس من اللات لانج، تمام، بهذا الشكل اللي تقبل طبعا اللاتيتيود واللانجيتيود. حاخذ اللاتيتيود الخاصه بمكه بهذا الشكل، تمام، وحاخذ اللانجيتيود الخاصه بمكه ايضا، حلو، بهذا الشكل، تمام. حاعمل هوت ريستارت. هلا لما اضغط على الجو تو مكه لازم يقودني على مكه مباشره. نضغط على الجو تو مكه بنشوف اذا رح ياخذني ولا لا. فعلا اخذني والامور كلياتها تمام. وين اخذني؟ على مكه. حتى اتاكد حكبر الزوم شوي عشان حقلل الزوم عفوا شوي. فعلا اخذني على مكه، تمام. انا وين كنت؟ كنت بسوريا، تمام، مثل ما بنعرف كنت بسوريا بمنطقتي حاليا هي التل، تمام. نقلني عند الضغط على البتن مباشره على مكه، شايفين؟ مباشره نقلني على مكه، حلو. طبعا انا ممكن ما بس غير
الاحداثيات لا واعطيها زوم جديد. كيف هذا الشيء ممكن؟ من خلال النيو كاميرا بوزيشن. طبعا النيو كاميرا بوزيشن شو بتقبل؟ بتقبل مثل ما بنعرف الكاميرا بوزيشن، كاميرا تمام بهذا الشكل، كاميرا بوزيشن بهذا الشكل. طبعا بتقبل التارج الكاميرا بوزيشن شو بتقبل؟ مثل الانيشال كاميرا بوزيشن. كيف نحن بالانيشال كاميرا بوزيشن عملنا كاميرا بوزيشن وعملنا تارجت وعملنا زوم وعملنا طبعا هي انسون مبدئيا حشرحها هلا بعد شوي تمام، وعملنا تارجت وعملنا زوم نفس الموضوع تماما، تقبل التارجت والزوم. التارجت حتكون طبعا الاحداثيات الجديده، انا رح خليها تاخذ هي الاحداثيات اللات واللانج تمام بهذا الشكل حتى اختصر على حالي وقت تمام. ثاني شيء شو بتقبل؟ بتقبل طبعا الزوم، ممكن نستعمل الزوم، خلي الزوم على سبيل المثال 10 حتى يكون الزوم قليل تمام بهذا الشكل. حاضغط اوكي، شايفين فعلا اخذتني على مكه وغيرت لي الزوم بهذا الشكل. طبعا ممكن نكبر الزوم اكثر، خلي 8 او عفوا قلل الزوم اكثر 8 اوكي بهذا الشكل. طيب بنعمل هوت ريستارت، شوفوا كيف انا هلا رح اكون بسوريا رح انتقل لمكه تمام بهذا الشكل. هلا انا وين؟ بسوريا بمنطقه التل تحديدا تمام. حاضغط على جو تو مكه، شوف كيف اخذني على مكه وغير لي الزوم ايضا واعطاني زوم 8. ممكن ايضا اعمل له تاثيرات ثانيه مثل برينج والتايل، هن على فكره هن زوايا الرؤيه، هن زوايا الرؤيه للماب. طبعا حاط محراطي هي 45، اللي حابب يتعمق فيهم يجرب فيهم كثير بيفهموا الموضوع، ما في شيء معقد، بس بمجرد ما تاشر عليهم حيقول لك انه هي الكاميرا تمام بيرنج في الديجري بالزاويه تمام. طبعا بيحسب لك الكلوك ويز من الشمال تمام، النورث تمام، ببساطه شديده. فانا على سبيل المثال خليها ايضا 45 كمثال بس حتى اوضح لكم الفكره. طبعا انا ما عندي خبره كثير فيها صراحه، هدول الشغلات لها علاقه بالجغرافيا تمام والزوايا الرؤيه وال. طبعا هلا عند الضغط على جو تو مكه بهذا الشكل بنلاحظ فعلا انه اخذني على مكه، لا مو بس هيك، وغير لي الزوم والتايلت والبرينج اللي هنا طبعا زوايا الرؤيه تمام بهذا الشكل. لو حددت عليها، لو حددت مثلا على التايلت حيقول لك هي الزاويه بالدرجات، الكاميرا انجل، زاويه الكاميرا من وين؟ من الاسفل ببساطة شديدة، زاوية الكاميرا من الأسفل. طبعا بالتجربة بتبين معكم، يعني بيخليك تتحكم بالاتجاهات ومسقط رؤية الكاميرا وهي الأمور من خلال التايلت والبرينج تمام بهذا الشكل تمام. هلا نحن طبعا تعرفنا على 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 الأنيميت كاميرا، ممكن اتعرف على الموف كاميرا، نفس الأنيميت كاميرا بالضبط تمام، ولكن الفرق انه بصير التغير لحظي، يعني مو بأنيميت، لا انما بصير لحظي مباشر. ما بتوقع في حدا بيستعمل موف كاميرا بتضغط عليها مباشره بيخليك تصير مكة بشكل مباشر من دون عمليه انيميت تمام. بجوز فكرتك تكون بتحتاج موف كاميرا، ما في مشكله، كل الادوات موجوده معك، تستعمل الاداه اللي بتشوفها انت مناسبه. اذا كل هي التولز هي مساعده لك، تستعمل اللي بتشوفه انت مناسب. ايضا ممكن احصل على الاحداثيات الخريطه او المكان اللي موجود انا فيه حاليا تمام بسهوله تامه من خلال الجي ام سي او الكنترولر، ولكن من خلال طبعا عمل شغله حركه بسيطه جدا جيت لانج، بيروح بجيب لك طبعا اللات واللانج تمام للمكان اللي انت موجود فيه من خلال طبعا لو عملت سكرين على سبيل المثال الكوردينيت بهذا الشكل. طبعا تقبل الاكس والواي، حخلي الاكس 10 والواي تمام بهذا الشكل 10. طبعا بهي الاحداثيات الاكس والواي، يعني الاحداثيات على المحور اكس وواي، لو اخترت انا 10 10 حيجيب لك مثلا احداثيات هي المنطقه اللي موجوده هون عند المؤشر. لو عملت 100 100 حيجيب لك هالمكان مثلا، 200 200 حيجيب لك هذا المكان تمام؟ فرح خليها 200 200 حتى يجيب لي هذا المكان بالضبط، اوكي تمام؟ عند الضغط على البتن حيروح يجيب لك الاحداثيات، شوفوا هلا شو رح نعمل، نيو بهذا الشكل، بضغط على البتن شوف كيف بيجيب لي هلا الاحداثيات، جو تو كذا مزبوط انا لسه ما طبعته، هو جاب لي اياهم بس ما طبعتهم انا، طيب رح اخزنهم بمتغير، حسمي هذا المتغير اللاتس، او حسميه مثلا اكس واي حسميه بهذا الشكل، حاطبعه اوكي بهذا الشكل، وحخليه على فكره اويت اويت، ما في بجوز ما يكون في داعي للاويت، ثواني هلا هي من وين بجيبها؟ شو بترجع ثواني كذا بترجع هلا الجيت لانج هي فيوتشر، فيفضل تستعمل الاويت معه تمام بهذا الشكل. اوكي نعمل برنت للاكس واي بهذا الشكل تمام. هلا انا افترضنا ما اضغط على هي على هذا البتون يعرض لي اللات واللانج، شو لات لانج بهذا الشكل، بضغط عليها فعلا راح جاب لي اللاتيتيود واللانجيتيود المكان اللي انت اللي انا موجود فيه عليه اللي انا موجود فيه حاليا تمام. لو غيرت مكاني انا مثلا رحت لهون وضغطت عليه راح يروح يجيب لي كمان اللاتيتيود واللانجيتيود لهذا المكان
اللي إحداثياته 200 200، يعني هون تقريبا هذا المكان تحديدا. لو غيرت كمان مثلا رحت على مكان ثاني ضغطت شو لات لانج، يروح يجيب لي ايضا اللانجتيود واللاتيتيود خاصين بهذا المكان. ببساطه شديده ممكن اذا انا احصل على اللاتيتيود واللانجتيود من خلال الكنترولر. ممكن ايضا احصل على الزوم، ممكن تحصل انت على الزوم جيت مثلا زوم ليفل بهذا الشكل، ممكن تحصل على زوم من دون اي مشاكل، من دون اي مشاكل تذكر. اوكي بهذا الشكل حضغط على الشو، اوكي راح جاب لي زوم 8، شايفين حضغط عليها مره ثانيه جاب لي زوم 8. لو الزوم كان مثلا 10 حيروح يجيب لي لانه 10. اوكي هلا انا حاليا طبعا هغير الزوم بهذا الشكل انا، تمام. وهلا حضغط راح جاب لي زوم 3، شايفين بهذا الشكل اضغط 3 مرات ثانيين راح جاب لي زوم 2، تمام بهذا الشكل. طبعا كل ما بتغير الزوم بيجيب لك الزوم الجديد، لو غيرته مثلا بهذا الشكل وضغطت حيروح يجيب لك الزوم 7، تمام. اذا بيجيب لك من خلال الكنترولر ايضا الزوم. بتمنى يا رب الفيديو يكون واضح وسهل وعجبكم. بالتوفيق.